شكرا لكم عمر دابا، الله يبارك فيكم ويحفظكم وينصركم. كيف أنت وكيف أصدقاؤك الذين كانوا معك حيث جرت محاولة حرق القرآن الكريم، وكيف هي قضيتكم الآن في المحكمة؟ الحمد لله، نحن الآن بخير. القضية تحولت من عند الشرطة للمحكمة. طيب. ونحن ناطرين لتتشكل المحكمة لحتى أما راح يخالفونا ماليا أو يلغوا القضية. هل أنت راض عن النظام القضائي النرويجي؟ نعم، هنا يعني القضاء هون يعني كيف راح أشرح لك إياها؟ القضاء هون كثير مستقل، يعني بياخذ بعين الاعتبار اي شيء، ما بيحكم مثل البلاد العربيه، او هون القضاء بيوقف مع المواطن لاكبر درجه. وهل تعتقد انك سوف تحصل على العداله هناك؟ اعتقد ذلك. من اين انت ومتى ذهبت الى النرويج؟ انا من سوريا، من مدينه حلب. أوكي. أتيت إلى النرويج من 4 سنوات. طيب، ماذا تفعل هناك الآن؟ أنا افتتحت مطعم للمأكولات السورية، وأنا وعائلتي بنشتغل فيه. هناك الصورة المشهورة في الإعلام فيها قصي الذي معك هناك في المكان الذي تمت فيه محاولة حرق القرآن، ليس أنت، لكن أنت هو الذي ضربت المجرم بالساق. نحن 5 أشخاص، لم يكن فقط قصي. أوكي. لكن التركيز في الإعلام كانت على اللقطة الأولى عندما وصل قصي إليه فورا. كلكم في القضية يعني في المحكمة؟ نعم، كلنا في المحكمة. أوكي، طيب. لماذا ذهبتم في المكان الذي تمت فيه محاولة حرق المصحف الشريف؟ وهل كنتم تعلمون من قبل أن تكون هناك محاولة حرق المصحف الشريف؟ نحن نعلم أنه هؤلاء المتطرفون سيجتمعون. عندما قالوا أنهم سيقومون بحرق القرآن، الشرطة منعتهم، وكان الاتفاق على أن لا يكون أي حرق للقرآن هناك. كيف كان شعورك فور قيامك بالعمل الجسور الذي رآه الجميع في كل العالم؟ لما بتشوف أنه شخص متطرف وتافه مثل هذا ماسك القرآن وبيحرقه، بتفقد توازنك وما بتعود بتفكر في شيء غير أنك تأخذ القرآن منه وتضربه. رأينا بعد الحادث زيادة في الإقبال على القرآن الكريم من قبل المسلمين وغير المسلمين على حد سواء، بالإضافة إلى زيادة الطلب على نسخ المصحف الشريف. هل تنظر في النرويج؟ هنا في النرويج أصبح جدلا، يعني هون في النرويج صار جدل كثير كبير. هاي المنظمة المتطرفة عم بتحاول تشرح للناس انه القرآن بيدعي للتطرف او بيدعي للقتل، فالناس صارت بدها تقرا القرآن لحتى تشوف انه هذا الحكي مزبوط. صار في ناس تسأل عن التفسير، انه شو التفسير، شو المعنى. نحن نفتخر بك وبأصدقائك الذين هناك الآن في القضية وفي المحكمة، نحن نفتخر بك ونريد على مساعدتك ومساعدة أصدقائك. كيف وجدت الشعب لكم. كيف وجدت الشعب النرويج هناك؟ الشعب النرويجي شعب مسالم، وهذا المتطرف ما بيمثل كل النرويجيين. الشعب النرويجي شعب خلوق وكثير يعني كثير مسالم. حسب علمك من يقف وراء هذا العمل الإجرامي؟ هل هو الشخص المجرم الواحد وهذه الحسابة وحدها، أم أنهم يتلقون دعما وتأييدا من الحكومة النرويجية؟ لا، الحكومة بالنرويج لا تدعم هذه الأفعال، والحكومة تنأى بنفسها عن هذه الأفعال في النرويج. شكرا لكم عمر دابا، نحن معك، كل باكستان معك وكل المسلمين معك، ندعوكم وأشكركم على العمل الجسور على نيابة الأمة الإسلامية. الله يحفظكم وينصركم، نحن معك إن شاء الله بكل وفي كل.
شكرا لكم جميعكم في بقى.